تونس تودع اليوم رئيسها الراحل في جنازة وطنية وسط إجراءات أمنية مكثفة. اليوم انطلاق مفاوضات جديدة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان. وترامب يبحث مع ماكرون وجونسون هاتفيا التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تشيع اليوم جنازة الرئيس التونسي الراحل الباقي قايد السبسي بقصر قرطاج بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية. وكان جثمان الرئيس التونسي الراحل قد نقل إلى مقر الرئاسة التونسية بقصر قرطاج قادما من المستشفى العسكري بالعاصمة. تستأنف اليوم المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري، وكان الطرفان قد توصلا خلال الشهر الجاري إلى اتفاق سياسي لتقاسم السلطة في البلاد خلال الفترة المقبلة. هذا وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أن الأيام المقبلة ستشهد حوارا بشأن الإعلان الدستوري. قالت وسائل إعلام ليبيا أن مقاتلات الجيش قصفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات مسلحة في مصراتة وسرت. وذكرت التقارير أن الضربات استهدفت قاعدة مصراتة العسكرية وأسفرت عن تدمير غرفة العمليات التركية التي تنطلق منها الطائرات المسيرة، إضافة إلى تدمير منظومات للدفاع الجوي. بحث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا التطورات في مضيق هرمز والتهديدات الإيرانية في المنطقة. وذكر الإليزي في بيان له أن الاتصال تناول أيضا مساعي التوصل لاتفاق دولي حول الضرائب على شركات الخدمات الرقمية والتحضيرات لاجتماع القمة لمجموعة الدول السبع المقرر عقده في باريس الشهر المقبل. أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرار إدارة ترامب باستقطاع نحو 2,500,000,000 دولار من أموال البنتاغون لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك. وأشاد الرئيس الأمريكي بالقرار مؤكدا في تغريدة له بأنه انتصار عظيم لأمن الحدود ولحكم القانون. قتل 8 أشخاص وأصيب العشرات بزلزالين متعاقبين شمال الفلبين. وذكرت بيانات الحكومة الفلبينية أن الزلزال الأول بلغت قوته 5.4 من 10 درجة، بينما وصلت قوة الزلزال الثاني 5.9 من 9 من 10 درجة. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري إكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.